حصن بابليون. من كام يوم كده كنت بتمشى في مصر القديمة وتهت، وفجأة لقيت نفسي في مكان أثري اسمه حصن بابليون. معرفتش هو ايه وقتها بصراحة، بس دلوقتي عرفت. هو اللي أنا شفته ده بقايا الحصن، وقصته فيها روايتين. أول رواية إن في القرن التسعتاشر قبل الميلاد الفرعون سينوسرت دخل معركة مع البابليين وهزمهم، وخد الأسرة بقى عشان يستعبدهم في مصر، وعشان ما فيش حاجة بتمشي زي ما بيتخطط لها ومن حفر حفرة لأخية سنوسرت، الأسرة اتمردوا عليه وبنوا نفسهم حصن جوه مصر عشان يدافعوا بيه عن نفسهم. تاني رواية بقى إن في القرن الثاني بعد الميلاد وبعد احتلال الإمبراطورية الرومانية لمصر، قرر الإمبراطور الروماني تراجان إن هو يبني حصن على 60 فدان، مستغل بده الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للمنطقة وقتها. الروايتين ما اختلفوش ان الحصن اتبنى باحجار اتاخدت من المعابد الفرعونيه. تقريبا كده لعنه الفراعنه صابتهم فكملوا بالطوب الاحمر عادي. وعلشان ده بقى مال حرام، ما بقاش من الحصن غير الباب القبلي وبرجين. اتبنى على البرجين دول الكنيسه المعلقه اللي بتعتبر ايقونه الاثار القبطيه في مصر، مش بس عشان تاريخها وال110 ايقونه اللي فيها، علشان كمان زارتها العائله المقدسه. وكان معاكم ام من اوضتها عادي.